عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا متنساش نعمل لايك، نشترك في القناة، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهاردة بيتكلم عن سلية وهي بتتكلم عن اختها موني واول ظهور ليها، وبتطلب من الجميع ان ربنا يدعو لها ان ربنا يطلق سراحها ان شاء الله، وان هي هتزورها قريبا وهتوصل كل سلامها لكل محبيها، واللي عنده كلمة كويسة يقولها واللي ما عندوش يسكت. يعني نمشي بمبدأ من قال فليقل خيرا او ليصمت. ربنا معاها وتعالوا بينا نسمع هي ايه. دعوا لها رب يطلق سراحها، ودعوا لها رب يصبرنا، واللي عنده حاجه شابه يقولها، اللي ما عندوش يسكت. وهذه هي، واليوم خرجنا شينا لها كتابات. انا ما كاينش كيفاش ما تقدروش تدخلوها، بتدخلوها علاش في راسي؟ دعوا لها رب يطلق سراحها، ودعوا لنا ربي يصبرنا، واللي عنده حاجه شابه يقولها، اللي ما عندوش يسكت. وهذه هي، واليوم خرجنا شينا لها كتابات، خيرنا لها هذه اللي خرجنا باش نشوف لها صالح تستقام، باسكو غدوا راح نشوفها. راح نقولها بلي كامله كنت تسلموا عليها، نقولها بلي كامله كنت واقفين معها، هاد الشيء يأثر عليها، أثر على نفسيتها. تقولي شغل مسكينة قاعدة تضحك، خطر لي فاتت كي قلت لها بلي راكم معاها وتسلموا عليها، ولا قاعدة تضحك وعجبها الحال. دونك فوالا فوالا، متقدرش كاع تعرف، متقدرش كاع تعرف واش راهي تسنى فيك من الغدوة. تكون قاعد يطيح عليك مشكل، تكون قاعد. دونك الحمد ربي على واش راكم، على النعمة اللي راكم فيها، وحرزوا رواحكم يا رب، ويصبر اهلها يا رب العالمين. واشوفكم على خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.